لك اسيدي دار شي واحد البارح ما سمعتوش نتوما؟ لا ها دار لك اسيدي دار شي واحد البارح تا يدار شي هجره وشي كلاب وتا يقول بلي الشرع والقانون اتفقوا واجتمعوا وقالوا بلي الحكام غيولي في يد العيالات هادشي ما فرطتوش نتوما؟ لا وما عرفتوش شكون اللي قالوا؟ لا ولكن ما عرفتش شكون اللي قالوا. شكون اختي؟ هو البراح وين انا ما تلاقاه غنتفاهم انا وياك نوري الحكام ديال العيالات كي داير وديال الرجال مزيان تبارك الله. العاشوريات مطرحية كوميديا باللسان الدارج من تأليف الأستاذ عبد اللطيف من تأليف الأستاذ إبراهيم الهنائي والإخراج للأستاذ عبد اللطيف الدشراوي رئيس الفرقة الوطنية لمسرح محمد الخامس. والعاشوريات هما مجموعة ديال النساء اللي كتقدم هذا العمل في إطار هاد رمضانيات الحي المحمدي وفي إطار شهر رمضان الكريم. العاشوريات هي الفكرة المحورية عن الكاتب أرسطوفان. أرسطوفان كان داير واحد المسرحية بعنوان برلمان النساء. برلمان النساء دوك النساء اللي في البرلمان ديال النساء اتفقوا وداروا واحد الخطه باش حيدوا الرجال كل شيء من البرلمان وعوضوهم بالنساء باش يعودوا النساء كاملين عندهم الحكم في يديهم. بغاو الحاجه تدوز ما بغاوهاش ما تدوش ما كاينش المعارضه نهائيا. هذا حكم النساء. وفي مطرح بينما في مطرحيه العاشوريات الاستاذ ابراهيم الهنائي تاخذ واحد الفكره اللي هي قديمه من التراث المغربي الاصيل بعنوان هذه عاشورة لالا ما عليناش الحكام عيد الميلود يحكموا فيه الرجال. من هنا كانت الانطلاقه ديال المطرحيه يعني النساء بغاو ويتولاو الحكم ولو على صعيد منازلهم وصعيد ابنائهم وصعيد احيائهم ولو لان الحكم اصلا من قديم الزمان كان في اطار مساواه كان بالتفاهم مع المواطنين وسمعوا لي وداروا الحكم كان مجرد واحد البدايه ديال الحكم. لكن بقى هذه هي الفكره ديال المسرحيه ديال العاشوريات. والعاشوريات مسرحيه كوميديا دارت واحد العداد ديال العروض كثير ومصوره الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون وتقبلت من طرف اللجنه كذلك ديال اللجنه ديال وزاره الثقافه وعطاونا بها واحد المجموعه ديال العروض في اطار متاهمه الفنان. لكن كانت هذيك المتاهمه ضئيله لان كنمشيو باش نقدموا العروض ولكن ممنوع للجمهور يدخل لان كان الجائحه هلكتنا بكل صراحه. الجائحة محنتنا ما خلتناش نقدموا حتى العروض اللي متفقين مع وزارة الثقافة عليها. أشكر الموقع الإلكتروني أنفاس على المجهودات اللي قام بها لصالح هذا العمل.